ليه خلايا الكبد ما بتنتجش حيوانات منوية؟ وليه القلب ما بيطلعش انسولين؟ وليه المعدة ما بتعيطش بدل الأحماض دموع؟ هو ده بقى موضوع نوبل 2024. السلام عليكم. معروف ان اي حاجة خلايا الجسم بتقوم بتصنعها موجود المعلومات بتاعتها او الشفرة بتاعتها على المادة الوراثية او الدي ان ايه، والدي ان ايه ده موجود جوه كل خلية، تحديدا جوه النواة، وهو ده بقى اللي عليه كل المعلومات اللي الجسم اساسا بيشتغل بيها. اي حاجة عاوز يعملها الجسم لازم الاول يجيب شفرتها من على الدي ان ايه. الكبد مثلا عاوز يطلع انزيم معين عشان ينقي بيه السموم من الجسم، فاللي بيحصل كالاتي: خلايا الكبد بتروح تدور جوه الدي ان ايه اللي موجود جوه النواه على الشفره اللي هتستخدمها عشان تصنع بيها الانزيم ده، واول ما بتلاقيها شريطين الدي ان ايه بيتفكوا، بيجي انزيم وياخد نسخه من الشفره دي، والنسخه دي بيسموها الماسنجر ار ان ايه او الار ان ايه الرسول. وكلمه الرسول هنا لانه بيبقى شايل الرساله اللي فيها الشفره بتاعه التصنيع، والمفروض ان هياخدها من النواه ويطلع بيها على السيتوبلازم. وفي السيتوبلازم جوه النواه بيقابل انزيم تاني، والانزيم ده بيبدا يمشي على الشفره دي واحده واحده ويترجمها للبروتينات اللي هي بتمثل الانزيمات اللي هتخلص الجسم من السموم. وده اللي بيحصل جوه اي خليه بتعوز انها تصنع اي حاجه. اول مرحله بننسخ المعلومات بتاعه التصنيع او الجينات في صوره ار ان ايه، وتاني مرحله المعلومات دي بتترجم عشان تطلع المنتج النهائي اللي هو عباره عن البروتين اللي هيقوم بالوظيفه. بس جس وات، كل الخلايا اللي موجوده في الجسم جواها نفس الجينات، لان جواها نفس الدي ان ايه او نفس 46 كروموسوم. وعايز اقول لك ان مفيش اي فرق ما بينهم. الجينات اللي موجوده في خلايا الكبد هي نفسها اللي موجوده في خلايا البنكرياس. فليه بقى الكبد مش هو اللي يطلع انسولين والبنكرياس يطلع انزيمات السموم؟ وليه كل خليه من خلايا الجسم بتقوم بوظيفه محدده ما ينفعش تقوم بغيرها رغم ان جواها نفس الشفره الوراثيه؟ الا ان اللغز ده اتفك في منتصف القرن العشرين لما اكتشفنا مجموعه من البروتينات اسمها الترانسكريبشن فاكتورز، او العوامل المتحكمه في عمليه النسخ. والعوامل دي بقى يا سيدي عبارة عن شوية بروتينات كده الجسم برضه هو اللي بيقوم بتصنيعها، وهي اللي بتحدد جين ايه اللي ينفع يترجم ويطلع بروتين وجين ايه اللي مش هيترجم. طب ازاي الكلام ده بيحصل؟ بص يا سيدي، قبل ما يتم نسخ اي جين بيجي عامل من العوامل دي ويشبك على الحته اللي فيها الجين اللي انا عاوز انسخه، وما دام العامل ده شبك على الجين فبيسمح للانزيم اللي هيقوم بعمليه النسخ انه يشبك وراه ويبدا انه ينسخ المعلومات اللي على الجين ده في صوره ار ان ايه. وبعد كده زي ما قلت لك الار ان ايه ده بيتحول للبروتين اللي محتاجاه الخليه. طب في حاله ان الخليه عايزه توقف جين معين، بيجي عامل تاني بيشبك برضه على الدي ان ايه، لكنه المره دي بيمنع انزيمات النسخ انها توصل للجين، وبالتالي الخليه بتوقف انتاجه. وهي دي بقى الطريقه اللي الخليه بتتحكم فيها في انتاج الجينات، وعشان كده كل خليه بتقدر انها تقوم بوظيفه محدده رغم ان جواها كل المعلومات اللي تخليها تقدر تقوم بكل الوظائف. عظيم جدا كده بقى اتحل اللغز وعرفنا ازاي الخليه بتتحكم في الجينات. القصه كلها بتتلخص في شويه بروتينات عامله كده زي اشارات المرور بتنشط وتوقف الجينات على حسب نوع الخليه. وفضلنا مقتنعين ان كده اللغز اتحل لحد ما جه ابطال الحلقه اللي اخدوا نوبل السنه دي وغيروا الفكره دي، العالمين فيكتور امبروس وجاري ريوكوف. الرجالة دي بعد الدكتوراه بتاعتهم كانوا مهتمين جدا بموضوع التحكم في الجينات، خصوصا يعني اللي مرتبط بالوقت، لان في جينات معينة بتبقى موجودة في الجسم وغير نشطة لكنها بتيجي وتنشط في اوقات معينة، زي ما الانسان كده بيبلغ نتيجة ان في جينات معينة بتنشط في مرحلة عمرية معينة. ودول بقى كانوا مهتمين بدراسة الجزئية دي، وعشان يعني ما ينفعش انهم يجيبوا انسان ويربوه وبعدين يجربوا عليه، فاشتغلوا على دودة اسمها السي إليجانس. والدودة دي دودة صغيرة جدا عبارة عن 1 ملليمتر، الا انها فيها ميزات خطيرة عشان حجمها صغير وعدد خلاياها صغير، فالجينات اللي موجوده فيها برضه صغيره. في نفس الوقت الخلايا بتاعتها متميزه وفيها انواع كتيره من الخلايا مش نوع واحد، وبالتالي هقدر كده اشوف الجينات ازاي بتتحكم في نمو الخلايا المختلفه دي. عشان كده الرجاله دي قررت انهم يدرسوها. امبروس وريكوف لاحظوا ان في جينين بيتحكموا في عمليه النمو بتاعت الدوده دي، جين اسمه لين 4 وجين تاني اسمه لين 14.
في الوضع الطبيعي وفي بداية نمو الدودة جين لين 14 بيتم التعبير عنه وبيبقى موجود بشكل طبيعي، لكنهم لاحظوا ان لين 4 ما بيبقاش موجود لحد ما الدودة بتبدأ انها تتطور وخلاها تتميز، او تقدر يعني تقول مجازا ان الدودة بتبلغ. ساعتها بيبدأ الـ RNA بتاع لين 4 في الظهور، واول ما بيظهر كانوا بيلاحظوا ان مستوى البروتين بتاع لين 14 كان بيقل، وبالتالي مين كده بيتحكم في البلوغ بتاع الدودة؟ بالظبط لين 4 هو اللي بيروح يقلل من انتاج بروتين بتاع لين 14 اللي المفروض ان كترته كده هي اللي بتعطل من عملية بلوغ الدودة، وبالتالي اول ما بيظهر لين 14 بيقل والدودة بتبلغ. عظيم جدا، بس برضو نحب نتأكد. راحوا جايبين نوعين من الديدان دي، الجينين فيهم بايظين او فيهم طفرة او ميوتيشن، وقسموا الديدان دي لمجموعتين، كل مجموعة منهم كان فيها جين معين بايظ. النوع اللي كان بايظ فيه لين 4 لقوا ان البلوغ بتاعه كان بطيء، ولقوا كمان ان كمية البروتين بتاع لين 14 جوه الخلية كانت كبيرة، وبالتالي تفسير الكلام ده ان عشان لين 4 كان بايظ فبالتالي ما قدرش انه يعطل من انتاج لين 14، وطول ما خلايا الدودة شايفة ان لين 14 جواها كميته كبيرة فمش هتتميز او مش هتبلغ، وده طبعا بيأكد استنتاجهم اللي وصلوا له. طب وفي النوع الثاني اللي كان فيه لين 14 هو اللي كان بايظ، لقوا ان عملية بلوغ الدودة وتمايز خلاياها كانت سريعة، وده لان البروتين اللي كان بيطلعوا الجين اساسا كان بايظ، وبالتالي مش قادر انه يوقف نمو الخلايا. والرجاله دي استنتجت ان اللي بيحصل دي كالاتي، ان البروتين اللي بيكونه لين 4 جين بيكون عباره عن ترانسكريبشن فاكتور، والفاكتور ده بيجي يشبك في الدي ان ايه بتاع لين 14 ويمنعه من انه يترجم، وبالتالي ما يكونش البروتين بتاعه، وبالتالي البروتين بتاعه بيبدا انه يقل جوه الخليه، والخليه اول ما تشوف ان البروتين ده قل بتبدا انها تبلغ وبتتميز. واتفقوا ان هي دي الآلية اللي بيتم بها الموضوع، والرجالة نشرت البحث من هنا الا ان محدش عبرهم، لانهم يعني ما جابوش الدم من ديله. الترانسكريبشن فاكتورز في الفترة دي اساسا كانت ترند، وكان كل يومين عالم يكتشف له ترانسكريبشن فاكتور جديد، فيعني البحث بتاعهم ده كان عبارة عن بحث من ضمن مئات الابحاث اللي كانت شبهه، الا انهم ما يقاسوش وقرروا انهم يقسموا الدودة ما بينهم بالنص. امبروس قرر يشتغل على جين لين 4 لوحده، وريوف كون قرر انه يشتغل على لين 14 لوحده، ومن اللحظة دي بتبتدي المفاجآت في الظهور. امبروس وهو شغال يفاجأ ان لين 4 اساسا عبارة عن قطعة RNA صغيرة وما ترجمش اساسا لبروتين، يعني البروتين اللي كانوا فاكرين انه ترانسكريبشن فاكتور بيشبك في لين 14 وبيوقف انتاجه اساسا مش موجود. فيجري بسرعه ويتصل بريوف كون ويقول له الحقني، فريوف كون يقول له الحقني انت، قال له مالك انت كمان، قال له انا لقيت ان بعد بلوغ الدوده ان البروتين بتاع لين 14 بيقل انما الار ان ايه نفسه ما بيقلش، وكده الميكانيزم اللي كانوا معتقدين انه صح واللي كان ترند جدا في الفتره دي ما طلعش صح. فيرجعوا يشتغلوا تاني مع بعض عشان يكتشفوا ان الـ RNA بتاع لين 14 جواه مكان ينفع يشبك فيه الـ RNA بتاع لين 4، فقال لك بس يبقى لين 4 كده اصلا مش ترانسكريبشن فاكتور، لانه مش محتاج انه يكون بروتين اصلا عشان يوقف انتاج الجين. واللي بيحصل ان الـ RNA بتاعه نفسه هو اللي بيشبك في الـ RNA بتاع لين 14 عشان يمنعه من انه يترجم لبروتين، وما دام منعه انه يترجم فالبروتين هيقل، وما دام قل فالدوده هتبلغ، وبالتالي خطوه التحكم هنا ما بتحصلش الى بعد تكوين نسخة من الجين، وده ميكانيزم جديد للتحكم واكتشاف المفروض انه كسر الدنيا. امبروس وريوكوف سموا النوع ده من الـ RNA اللي ما بيطلعش بروتين وبيتحكم بشكل مباشر في التعبير عن الجينات بالمايكرو RNA، ومايكرو دي جت زي ما قلت لك لانهم اكتشفوا ان قطعة الشريط بتاعته بتكون صغيرة، والرجالة نشرت البحث بتاعها بس برضو محدش عبرهم. يا جدعان ده احنا جايبين ميكانيزم جديد بنتحكم بيه في الجينات، قال لهم انتوا مجانين، انتوا جايين تبوظوا الترند بتاع الترانسكريبشن فاكتورز؟ طب واللايكات والفيوهات والسايتيشنز؟ اهدوا كده على نفسكم، اكيد اللي حصل ده ميكانيزم خاص بالدوده دي لوحدها وما ينفعش ان احنا نعممه. ييأسوا بقى ويستسلموا ويرموا الفوطه؟ لا طبعا، بداوا انهم يشتغلوا على جينات موجوده في انواع مختلفه من المملكه الحيوانيه، ولقوا ان الجينات دي بيتم التحكم فيها بنفس الاسلوب، وبالتالي الموضوع كده ما بقاش خاص بالدودة دي لوحدها. وساعتها بدأ المجتمع العلمي يغير من وجهة نظره، وبدأ الترند جديد انه ينتشر وشجع علماء تانيين انهم يشتغلوا في نفس المجال، لحد ما بقى معروف اكتر من 1000 نوع من المايكرو RNA بيتحكموا في عدد ضخم من الجينات المختلفة. ومش بس كده، ده تم اكتشاف الميكانيزم اللي بيشتغل بيه المايكرو RNA بالكامل، وبقى معروف لو حصل اي مشكلة في اي خطوة ايه الامراض اللي ممكن تنتج، وبالتالي المايكرو RNA نفسه مش بس بقى معترف بيه، ده بقى كمان بيتم استخدامه في تشخيص الامراض زي السرطانات وامراض المناعة الذاتية وامراض القلب وامراض تانية كتير.
ده بخلاف ان بقى في ابحاث تانية اجدد بقى بتستخدمه هو نفسه عشان توقف الجينات اللي بيحصل فيها مشكلة وتمنعها من انها تسبب سرطانات، وهو ده بقى السبب اللي اخدوا عليه جائزة نوبل السنة دي. وطبعا اثناء ما انا شغال على الحلقة جائزة نوبل في الفيزياء ظهرت وكان بودي ان اتكلم عنها، الا انها مرتبطة ارتباط وثيق بميكانيكا الكم. هتقولي الجائزة متاخدة في الذكاء الاصطناعي، ايه علاقة الفيزياء بميكانيكا الكم بالذكاء الاصطناعي؟ هقول لك لما هنتكلم عنها اكيد هتعرف. لكن المهم دلوقتي طبعا ما تنساش اللايك والشير والكومنت، تشترك في القناة وتفعل اشارة الجرس عشان تعرف اول ما الحلقة الجديدة تنزل. سلام.